رايك ايه في عوده فيريرا كابتن؟ طبعا مدرب كبير ومدرب ليه شغل قبل كده مع نادي الزمالك وطبعا يعني مكسب دلوقتي في الوقت الراهن دلوقتي على اساس ان طبعا انك انت بتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه بقدر الامكان، وان هو الراجل ده ممكن يقدر يشتغل على اللعيبه، يقدر يشتغل على القماشه اللي معاه، ويقدر بعد كده كمان يحضر لفريق اخر ان شاء الله باذن الله، او يعني التغييرات اللي ممكن تحصل لنادي الزمالك ممكن يعني عنده الفكر انه يقدر يغير الكلام ده كله. فانا شايف ان هو ده يعني يمكن انسب واحد دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها كمدرب اجنبي.